وعلى هامش جلسات الحوار الوطني أيضا كان معنا لقاء مع حسين هريدي مساعد رئيس حزب العدل لشؤون الشباب. احنا كحزب العدل والحركة المدنية عندنا رؤية في الحوار الوطني بنقدمها علشان يكون في مساحة حقيقية في المشاركة السياسية في مصر. لازم يكون في أحزاب سياسية، يعني لم ينتج العقل البشري أي وسيلة من قبل علشان تداول السلطة بشكل سلمي غير الأحزاب السياسية، وعلشان يكون ده متواجد في مصر لازم يكون في مساحة للأحزاب السياسية، وده مش هيحصل من قانون حصل في السبعينات. فعلشان كده احنا كحزب العدل قدمنا النهاردة في محور الأحزاب السياسية قانون الأحزاب السياسية بيتداول فيه ازاي يتم تداول السلطة، وازاي يكون الأحزاب السياسية تتأسس، وازاي الأحزاب السياسية يكون لها مساحة حقيقية في المشاركة في تداول السلطة اللي هو أصلا بينص عليها الدستور المصري.